من عكسه، فلما نوقف بطء العملية الحرق يتم عندهم لفترة معينة لما الجسم يتعود مرة ثانية إلى جسمه. كلامه وايد صحيح، يعني مو شيء غريب بالنسبة لي أو بالنسبة للآخرين. أنا أقول لك يا شو اسمه كان عامر، عامر أخوي عامر، أنا أيدك الكلام إنه فعلا صح كلامك. أنت استمر على عدم التدخين ما يخالف، زدت أنت قلت من 54 إلى تقريبا 90 وفوق، وهذا شوية خلال ما أدري شهر ونص أو شهرين أو ثلاثة يمكن أكثر. على العموم نسبة الزيادة بالهذا لأنك ناكل نعوض عن الشيء اللي فقدناه. صحيح، اللي هو النيكوتين. النيكوتين أنا عندي لك رأي، يعني أنا أقول لك أكل بس وخر عن بعض الامور اللي انا بنصحك. بغيت اتكلم انا مع اخوي محمد اشرح الموضوع بالتفصيل، بس الحين بس بخليه لان اتصالات جايه من وين الحين؟ من ارض الكنال، من مصر العربيه. ما شاء الله ما شاء الله. معانا استاذ لؤي محمد، مساء الخير. معانا استاذ لؤي محمد، مساء الخير. استاذ لؤي، تسكر التلفزيون اللي عندك، بارك الله فيك. استاذ لؤي، تسكر التلفزيون اللي عندك، بارك الله فيك. ان شاء الله بشدي. تفضل لوي. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ لوي، تفضل. يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيك حبيبي. دكتور انا عندي مشكله بسيطه على وزني بس. عندك شنو؟ مشكله وزني 250 وطولي 160. طوله 160 ووزني 250. ما صار معي فايده. لا تحات الحين اشرح لك حبيبي، لا تحاتي، خليك عطني بس كلمني عشان اعرف. عندك سؤال ثاني لوي؟ زين لؤي خليك معانا على الخط. كويتي هو لؤي؟ كويتي. اي نعم كويتي. اخوي ان شاء الله من التي ابي اشوفه انا عشان ابدا معاه ان شاء الله، والحين اشرح لك انا كلمه وياك على الخط. احنا لؤي خليك معانا، خليك معانا التواصل بينك وبين الدكتور. لؤي تسمعني؟ اي نعم. اخوي كم عمرك لؤي؟ عمري 25. 25 حلو. طولك قلت لي 160، وزنك 200 وشيء، 250 كم قلت لي؟ 250. انا مر طبعا في هالحالات، عندي 257، عندي 268، كلهم مشيت معاهم التزموا معاي وبدوا يعني يتحسنون ويرتاحون. بس ابي ان شاء الله من تي الكويت تمر علي العياده عشان ارتب لك الطريقه، لان لازم نكون مع بعض كثافه بقوه ونمشي بالتدريج. ما راح اكون شديد معك، انا دائما مع الناس اللي اوزانهم يحتاجون 40 50 كيلو اكون شديد، بس معاه اكون طبيعي جدا امشي معاه. لما ياخذ فتره معاي مني ومنك شهرين او سنتين تقريبا، ولكن بالنهايه انت راح ان شاء الله توصل الى الهدف المرجو. الحين ما اقدر اشرح لك البرنامج لان حبوب اسمها شوتوكال، يعني انا استخدمها واقطع عنها. لا لا تاخذ حبوب، انا ضد الحبوب عمي، ما ابي الحبوب تحط تدخل ببطنك، لا تدخل مواد كيماويه. الله يعني ما احب اسب العالم، ولكن وخر بقدر الامكان عن مثبطات الشهيه. انت ان شاء الله من تي بالسلامه وراح نتابع بعضنا، لان من الصعب الحين اعطيك انا شلون الطريقه الاسلوب اللي راح اتعامل معاك وشلون نتعاون مع بعض. يعني انا باحتمال اشوفك كل اسبوع مرتي العياده، اشوف الطريقه ونكون على اتصال دائم مع بعض، لان يبينا وقت ونقدر نوصل. هذا اللي اقدر اكد لك، ان نقدر نوصل الى النتيجه المرويه. وغيرك كانوا اكثر ناس حتى بالخليج، عندنا بالكويت وبالامر، بس اهم شيء انك تلتزم معاي مستقبلا، وحتى لو تيني تبدا مع 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 يسوون معاك مقابله ويشوفون معاك المقابله عقب ان شاء الله ما تنزل. لؤي بس لؤي انت لؤي انت تدرس هناك ولا مقيم؟ لا قاعد ادرس. الله يوفقك، بس اذا رديت بالسلام ان شاء الله اخذ الحين عط رقمك حق الكنترول على اساس يصير في تواصل بينك وبين الدكتور. ان شاء الله يعطيكم العافيه. شاكر لك وتابعنا عبر تلفزيون الشاهد، وشاكر لك على اتصالك من مصر. ولا تحاتي ان شاء الله تنزل، ما بك نفسيا تتعب، ترى هاي الامور مهمه. ان شاء الله نبدا، حاول من الان توخر عن شيء حلو، بس الحين وخر عن الشاكليت والحلو والخرابيط هذا، بس الحين ابدا بهالشيء، بعدين ان شاء الله انا ارتب لك الطريقه. قطع الخط. دكتور نبيك يعني تكلمنا بسهاب عن نظام العلاج اللي انت تقوم فيه. راح نعطيك الفرصه الكامله الان تتكلم فيه، وشنو هي اول حاله طبقتها؟ انا سؤالك مثلا سالتني شلون بدا، وهذا راح ابدا. الموضوع مو موضوع اللي انا اكتشفته ابدا، ما اقدر اقول الكلام، الموضوع قديم جدا، يعني حتى قبل اتكنز
يعني كان شخص معين دكتور أتكنز اللي عند الكتاب. اي نعم هذا قبل دكتور أتكنز كان واحد انجليزي اسمه بانتينج. حلو. هذا كان وزنه تقريبا وايد 400-500 باوند. ها من تأثير الوزن عليه أثر على السمع عنده ما قام يسمع، وحاول جميع المحاولات بتخفيف وزنه سواء بالسعرات الحرارية سواء بالحمام التركي كان أيامهم عندهم وحسب الرياضة اللي كان يحاول. المهم فشل فقير صاحبنا اللي هو اسمه بانتينج. شاروا عليه قالوا له أنت ما دام مو راح حق البدانة راح حق السماع عند دكتور الأنف والأذن والحنجرة. دكتور الأنف والأذن والحنجرة اسمه ميرفي، دكتور ميرفي معروف عنه. نصحه قال له يا بانتينج يا مستر بانتينج وخر شيء، وخر عن شيء اسمه النشويات. شنو النشويات؟ مافن الإنجليزي، الكيك، الخبز، العيش، الخرابيط. حلو. صاحبنا بانتينج سمع كلام الدكتور وطبق البرنامج لمدة 6 أشهر، قط له 50 باوند يعني تقريبا 23 أو 25 كيلو. جميل. نفس الشخص بانتينج سنة 1869 ألف كتاب Letter on Corpulence، رسالة للسمنة. هذا كان قبل 170-180 سنة. صحيح. الموضوع اتطرق أكثر وأكثر لا سنة 1920. حلو. شافوا أن البرنامج الغذائي الكيتوني أفضل علاج لحالات الصرع، أمراض الصرع قاطبة، بتت مال، جراند مال، مش جراند مال، إلى آخره. إن هناك ارتباط بين الصرع وبين السمنة. نعم، لا حتى الأطفال اللي ما كان عندهم سمنة. حلو. كان 1920 ليومك هذا، حتى بالسعودية عندهم مركز أعتقد لعلاج الأمر أمراض الصرع بهالبرنامج اللي حنا متبنينه. أوكي، يعني الابتعاد عن النشويات، تناول الدهون إلى آخره، ونتيجة جميلة، نتائجهم للحين الحين في كل المجلات الطبية يوميا تسمع عن هالأخبار الجميلة، إنه وخر عن هذا، تناول الشحم يساعدك، ووخر عن الحبوب. في طبعا اخصائيين يخلون الطفل في المستشفى 3-4 ايام، يعلمون الاب والام الاسلوب اللي مفروض يشرحون او يتعاطون مع ولدهم. لا سنه 1970 كذي اذكر صاحبنا بدا بالبرنامج، طبيب كان فيزيشن، طبق، كان قاري موضوع في مجلة طب القلب الامريكية ان واحد لو يخفف عن تناول النشويات كل الأمور السيئة، الأمراض اللي متعلقة بالسمنة تتعدل. وفعلا يا صاحبنا أتكن طبق البرنامج هذا وشاف النتيجة. طبعا كمجتمع أمريكي يطلع شخص يقول لهم والله أكل اللحم، أكل الشحم، صارت ضجة كبيرة عليه. لما الكتاب انتشر الآن أكثر الكتب مبيعا في العالم، خاصة بنات الكويت يحبونه. 20 مليون و25 مليون. احنا تبنينا الموضوع متى؟ كلية الطب جامعة الكويت، أنا وزملائي يعني قاطبة كلهم، أوكي، معاي دكاترة أساتذة وايدين يعني. طبقنا البرنامج وتابعنا ناس. أول شيء أنا طبقت على نفسي، أنا كنت وايد 127 كيلو، وخرت عن النشويات، وخرت عن كل الأمور، ووزني وصل إلى 92-93 الحين في هالأمور. فبديت أطبق على أصحابي، مش تمام عندهم. يانا كان عندنا مكتب التدريب والاستشارات في كلية الطب سنة 1999-2000، بدينا استقبال الناس، كنا ناخذ شيء رمزي 25 دينار مقابل النصيحة. وهذه مش البرنامج، عقب 3 أشهر شفنا نتيجة حلوة. كان نطرش حق أول شيء مؤتمر الغدد الصماء في أمريكا سنة 2002 بالضبط، أقول لك اختير بحثنا من بين 2500 بحث كأحسن بحث ما شاء الله. هذا سنة 2002. حلو. دزوا لنا رسالة لعمل مؤتمر صحفي في أمريكا، أنا وزميلي بروفيسور دكتور ناجي سعود الزيد، اثنين رحنا. حلو. أوكي، إذا يسمعني أو شو اسمه، رحنا هناك سوينا مؤتمر صحفي، وبعدين صارت مقابلات تلفزيونية مع CNN. يينا هني الكويت قالوا 3 أشهر شنو هذا حكي؟ أن شلون تثبت؟ المهم نشرت بحث في مجلة التغذية الأمريكية عقب 4-5 أشهر من هذا. ناس قالوا 3 أشهر شلون تثبت ان برنامجك صحي وهذا. بدينا مع الناس لمدة 6 أشهر. حلو. اوكي، طبقوا ونزلوا، اللي عنده كوليسترول كوليسترول تعدل، اللي كان عنده سكر سكر تعدل، اللي كان عنده دهون الثلاثية دهون الثلاثية تعدل. المهم نشرت المقالة في مجلة يسمونه Experimental and Clinical Cardiology، القلب. النشر ست قال يينا هالكويت قال 6 أشهر من يقول كافي عشان تثبت إنه هذا سالفة جحا دائما الحين أذكر وين إنك يا جحا. أي نعم.